التوزيع تقدم.
اقعد كويس. اتفضل يا حبيبي. وانتوا بتجيبوا نمر اصحاب العربيات منين؟ الامين خالد البرنس يا باشا. عملت ايه في تقرير المعمل الجنائي؟ ايه نوع الاسلحه اللي العيال دي استخدموها؟ الاسلحه كلها ميري ومسروقه. كان معاه فيديو على موبايل في عربيه، فكنا يعني احنا اللي سرقناها. انت يا لا شفت الفيديو ده؟ هو احنا لحقنا ما انتوا طبطوا علينا وهو هرب. انا الدكتور كلمني وقال لي ان نتيجه التحاليل طلعت. الدار دي بداناها انا وبابا الله يرحمه من زمان وشايلها على كتافي. ممكن حضرتك تفتح الكتاب بشكل عشوائي؟ اكيد فتح على صفحه 104 صح؟ العلامه دي عامله حز في الورق، الحز ده تقريبا يعني مقاس فلاشه صغيره. الفلاشه دي ممكن يكون بابي مات بسببها. انا مش هسيبك تفتحها لوحدك. سلمى، في حد بينك وبينه عداوة قديمة؟ طارق الجمل. أنا سمعت إن أنت اتهمت طارق الجمل في اللي حصل، مش شايف إنك أوفر شوية؟ مش طارق الجمل ده كان شغال عندكم في الشركة وكان خطيب أختك؟ وأنا اللي خليته مفسخ الخطوبة بعد اللي عرفناه عنه. الباشا كان بيسرق الشركة وفاكرنا مش هنعرف. هو في إيه يا جماعة؟ أنا مش مالي عينيكوا ولا إيه؟ الشركة هتكمل زي ما هي، في وجود يحيى أو عدمه، ولا تحبوا نقفلها أحسن؟ فريق الحراسات اللي كان مع الرئيس ساعتها واللي أحبط محاورة الاغتيال كان ضمنهم الضابط يحيى نور الدين. يحيى؟ هو بابا كان ماشي ورا واحد صحفي يجمع عني معلومات؟ مش انت، حد له علاقة بيك. فين هي المعلومات دي؟ في الدار. انت مين؟ ما بعرفش. مين اللي بعتك؟ انا انت مين اللي بعتك؟ ما تضربش انا، والله العظيم حد بعت لي. انا حسب عبد الله شغال هنا في الدار في قسم الترجمة. تعرفيه ده؟ أنا معرفش كل الموظفين اللي هنا. هو في موظف يقعد هنا لحد دلوقتي ويستحق في الضلمة كده؟ واخد إذن يا أخي عشان عندي شغل متأخر ومقدم على إجازة ولازم أخلص يعني، وكنت طافي النور عشان قلت أريح شوية وبعد كده أرجع أخلص شغل. أنت إزاي معاك مفاتيح المكان؟ والله ما معايا مفاتيح مكان. شيماء السكرتيرة قافلة عليا هنا وأنا كده كده مطبق للصبح. هو فين يا دكتورة؟ أنا والله العظيم ما عملت حاجة يا دكتورة. يحيى خلاص سيبه يا يحيى، مش شايف مرعوب ازاي؟ وبعدين انا فعلا بشبه عليه، ممكن اكون شفته هنا قبل كده. ايوه صح يا دكتور، اكيد حضرتك شفتيني هنا، انا موجود هنا على طول يعني يا دكتور. بطاقتك. نعم. طلع البطاقة. حاضر. بطاقتي. اتفضل. البطاقة. ماشي يا حسام، روح. روح؟ بس انا يعني عندي شغل بعمله هنا واخلصه وامشي. صاحبة الدار بتقول لك امشي. اه يبقى امشي. صاحبة الدار قالت لي امشي؟ حسام يمشي. امشي. يبقى حسام يمشي. ده الملف اللي قلت لك عليه، الموضوع بتاع وسام الصحفي، وسام شايف ان في خيط بيربطك بالمعلومات اللي بابا كان بيدور عليها. انت رايك ايه؟ ما عنديش راي، لازم اقرا الكلام ده كويس الاول. وبعدين مبدئيا كده انا شايف انه كلام فارغ. انا اتعاملت مع ناس كتير نصهم متهمين في قضايا فساد، فيهم اللي اتسجن وفيهم اللي طلع منها. يعني لو شلت اسم يونس ده وحطيتي اي اسم تاني بداله هتطلعي بنفس النتيجه. ده برضه راي استاذ عبد العليم. طب يحيى انا ممكن اسالك كام سؤال كده وترد عليا؟ اه طبعا اتفضلي. انت كنت في فريق الحراسات الخاصه، واحد زيك عرف يحمي الرئيس من محاوله اغتيال، يعني ايه اللي خلاك تسيب الخدمه؟ القانون عندنا بيقول ان اي فريق حراسات للرئيس بعد اي محاوله اغتيال سواء نجح او فشل لازم يتنقلوا، يجي بدلهم فريق جديد ما تعرضش للموقف ده قبل كده. تمام، يتنقلوا مش يسيبوا خالص. وانا ما سبتش الخدمه، اشتغلت فتره في امن الدوله. بس انت بعد فترة سبت برضو ليه؟ ما استريحتش، بعدين كان لازم اقف جنب بابا في الشغل. اديني بس نمرة وسام بقى عشان عايز اقابله واكلمه شوية حاجات كده. انا هكلمه واخد منه ميعاد وبقولك. يعني مش فاهم. ما اضمنش رد فعله هيكون ازاي لو انت اللي كلمته، وبعدين هو بيعمل الموضوع ده خدمة خاصة ليا انا وبابا الله يرحمه.
ما تضمنيش رد فعله ولا مش واثقه فيا. سلمى، انا هفكرك بحاجه واحده بس، المركب فاكرها؟ انت خلاص عملتها لازمه؟ ما انا كان لازم اعمل كده، ولا هضطر اقول كلام هيزعلك مني. من فضلك خليكي واثقه فيها شويه. لا ولا عم الحاج، هو ايه الحكايه؟ ولا حكايه ولا روايه، كول. والنبي عم الحاج ما تسيبنيش غير ما تفهمني، هو الراجل اللي جابني هنا ده ايه؟ شكلك مرعوب كده ليه؟ وما تجعبش ازاي عم الحاج؟ انت ما شفتش شكله عامل ازاي؟ والنبي فهمني، هو الراجل ده بوليس ولا بتاع عصابات؟ ماليش صالح. بص يا ابني، عايز اقول لك حاجه مهمه. الباشا بتاعنا ما بيأذيش حد، لكن هو ناشف حبتين. لكن لو انت جيت على الحق من حقك تخاف، لكن لو انت دغري هتعيش في الامان. الله يخليك، طمنتني. انا كده مش في الامان خالص. اهلا، والله عاش من شافك. مش تقول صباح الخير ولا مفيش حد عايش في البيت ده؟ في حاجه يا ماما؟ كنت فين؟ ده من امتى؟ هو انا ما ينفعش اطمن على ابني واشوف كان فين؟ كنت بات عند غاده. طب يا اخويا الله يطمنك. صحتك؟ طبعا اتبسطت. لا لسه هقرا الميل تاني بتركيز واروح الشركه واقابلك هناك. يلا سي ماي. مفيش جديد، نتيجه التحليل زي ما هي، زي المره اللي فاتت بالظبط، زي الفل. طب امال فين المشكله يا دكتور؟ مفيش مشكله خالص، انت زي الفل، عازم بيه زي الفل، مفيش اي مامن ولا انتوا متخلفوش. يعني مفيش حل؟ هتلاقي زي حالتكم كده كتير، ناس متجوزين وكويسين وزي الفل، مفيش أي مشاكل خالص، ومخلفوش. وأهون سبب ربنا سبحانه وتعالى بيرزقهم. عشان عايزكم تيأسوا. الخلفة دي بالذات بيد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرحمنا برحمته. هتكرروا الروجيتا في مواعيدها. وربنا سهل يا رب ويقدم فيه الخير، ما تلاقوش. ماشي يا دكتور، شكرا يا مني. لو سمحت حازم بيه، بتاع اسألك دقيقة بس. معلش يا فريدة، سبقيني انتي. حاضر. خير يا دكتور؟ حازم بيه، أنا كنت اشتريت حتة أرض في التجمع، والعرب كانوا مضايقيني بصراحة، بس كنت عايز حضرتك تيجي معايا بس كده إن شاء الله يعني، وهم يبعدوا عني. حاضر يا دكتور، حدد أنت الميعاد وأبعت لك حد من عندي يخلص لك كل حاجة. ربنا يخليك يا حازم بيه، أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي وأدي جمالك فيه. شكرا. ربنا يخليك يا فندم. مع السلامة حازم بيه. We'll be right back.
أنا عايز أعرف كل حاجة موجودة على الموبايل اللي عندك، صور عائلية، أرقام تليفونات، رسائل، كل الداتا اللي عليه عايز أعرفها. يا سيدي سيب كل حاجة في إيدك بخصوص القضية واعتبر الموبايل ده أولوية، وخصوصاً عدد المكالمات اللي جايين على الموبايل اللي عندك وبين لستة الأرقام اللي بعتها لك. مع السلامة. تمام كده يا حبيبي، لو في أي أخبار عن العربية هكلم سعادتك على طول. أنا متشكر قوي. هو الأمين خالد موجود دلوقتي؟ ما عندناش أمين اسمه خالد يا باشا. إزاي؟ ده مرة جاب لي رخصة كانت ضايعة مني من كذا سنة كده. يمكن تتنقل بقى. الكلام ده من إمتى يا باشا؟ يعني من 3-4 سنين كده. كان اسمه خالد حاجة. خالد البرنس تقريبا. خالد البرنس؟ لا يا باشا مفيش، أنا هنا بقالي سنين، لو كان في أمين بالاسم ده كنت عرفت. يمكن أنا بقى اتلخبطت ولا حاجة. تحت أمرك يا باشا. يا رب تعترف في العربية. السلام عليكم. سلام. متزعليش يا حبيبتي. أنا عايزة أروح لدكتور تاني. فريدة، أنت عارف إنه مش هينفع. زي ما لقيت الدكتور ده هتلاقي غيره. حاضر حاضر يا حبيبتي، رغم ان كل الدكاتره شبه بعض ولو رحنا لاي حد مش هنلاقي جديد. عشان خاطري انا دور. حاضر يا حبيبتي، عشان خاطرك اعمل اي حاجه. بقول لك ايه، ما تعتبري البنت شفيقه دي بنتك وقعدي الفي فيها كده، يمكن دماغها تنشف شويه. شفيقه ايه بس؟ ده انت لو قعدت معاها يوم واحد بس شوف هيحصل لك ايه. معلش يا حياتي، استحملي شويه. بلاش حياتي دي يا حازم، اصلها بتاعت المدام. عن اذنك. استحملني شويه عشان خاطري. تشوفني النهارده؟ لا طبعا مش اكيد، معرفش. بس ايه يا ندى يا حبيبتي، بصي هو مش اكيد يعني، بس لو فضيت هتلاقيني بكلمك باكد عليكي. استني مني مكالمه. طيب يا ندى يا حبيبتي، يلا. عايزه حاجه؟ باي. اول ما يمشي من عندك كلمني على طول. طب سلامتك دلوقتي. سيادة العميد حازم كان عايز يقابل. اتفضل يا سيادة العميد. ايه الكتاب ده؟ أنا عايز الفلاشة اللي كانت في الكتاب. أنا مش هسألك أنت كنت في دهشور بتعمل إيه؟ ولا الواد اللي عرفته أنت رحت بيه فين؟ مش وقته. أنا هاخد الفلاشة وأمشي. أبقى أبعتها لك على المكتب. أنا مش همشي غير وهي معايا. صدقني هي مش معايا دلوقتي. يا أخي أنا مش عارف أنت بتعمل كده ليه؟ أنا مسكت القضية دي عشانك، عشان أساعدك. بس أنا مستغربك. كنت قولي من الأول بلاش أنت يا صاحبي، أنا هاخد حق بدراعي. كنت دخلت معاك كنت عارفني، أنا ما عنديش مشكلة. كنت حتى ريحتني من القرف اللي أنا فيه ده. أنت أحرجتني في الجهاز كله. الناس بتقول إن أنا بعدي لك عشان إحنا أصحاب والعلاقة اللي بينا. ويا ريت يا أخي اللي أنت بتعمله ده بيساعدني، العكس ده بيعطلني. فريق التحقيق اللي معاك شمال، في حد بيسرب التحقيقات بره، وأنا حذرتك منهم قبل كده وأنت ما سمعتش كلامي. فريق التحقيق زي الفل على فكرة. وأنا رجعت ملفاتهم واحد واحد، وإذا كان على حسين فده يبقى ابن اللواء علاء حسين. ده ظابط كوفة على فكرة، وأثبت كفاءته أكتر من مرة. ولولا فرق الخبرة اللي بينكوا كان زمانه دلوقتي سابقك بخطوة. علشان كده أنت مش قادر تستغنى عنه. خسارة يا حازم. تعودت على الرحراحة والقعدة، ولقيت التقرير آخر النهار في المكتب. بلاش الكلام ده يا حياة. بلاش الكلام ده، أنت عارفني كويس وعارف شغلي عامل إزاي. بلاش نضيع وقت بعضينا. فين الفلاشة؟ طب ما تيجي نعمل ديل. انت عاوز مني حاجه مفيش اي دليل بيقول انها معايا،
وانا كنت صريح معاك وقلت لك ان انا هديها لك، بس بشرط خدمه وصد خدمه ومعلومه وصد معلومه. اوف ربيع حامد، تصريح الدفن بتاعه يطلع بكره. ربيع حامد الواد اللي مات في فيلا طاهر، الواد ده اتظلم واهله غلابه ما لهمش ذنب يتبهدلوا عشان يدفنوا امهم. تصريح الدفن قدام الفلاشة. مفيش مشكلة، موافق. وحاجة كمان، عايز أعرف تقرير القنبلة إيه؟ وده مقابل إيه بقى إن شاء الله؟ أنت اللي شردت معلومة قصاد معلومة. في أمين في اسم الدوق اسمه خالد البرنس، دوروا عليه هتلاقوه له علاقة بالعربية اللي سألوها العيال دي. وأنت مش عارف توصل له؟ مش جايز اكون وصلت له خلاص وخدت منه اللي انا عايزه. طريق القنبله هيكون عندك، تقراه وتمسحه بسرعه عشان ده ممكن يضرني. تمام. الفلاشه هتكون عندك بالليل في المكتب. خساره يا اخي. كانش نفسي نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. عموما انا زي ما قلت لك 100 مره، انا مسكت القضيه دي بس عشان اساعدك مش اكتر. عملتوا ايه مع طريق جمال؟ ولا حاجه. هي بقى بتحقق معاها دلوقتي وكل تحرياتنا عنه نضيف. نضيف طارق الجمل نضيف بالنسبه لنا، ملوش اي سجل اجرامي لا ليه ولا اللي شغالين معاه. عندك حق، ويظهر الواحد لازم يكون سجله كله مليان جرائم قتل علشان يصدق انه ممكن يقتل. سلام يا يحيى، الفلاشه تكون عندي النهارده يا ريت. ما أقوالك في التهم المنسوبة إليك؟ موكلي بينكرها تماما يا فندم، وأحب أضيف إن النور جروب اللي رئيس مجلس إدارتها يحيى نور الدين بيتهم موكلي وهو منافس ليه في السوق ومن مصلحته إنه يشوه سمعته. هو قال إن في منافسة بينكم فعلا وعشان كده هو موجه لكم الاتهام. يا فندم مفيش مجال للمنافسة في الشغلانة بتاعتنا عشان نعمل كده ببعضينا. هفجر له عربيته وموته هو ومراته. ده كلام يا فندم. معالي النائب أنا أعرف يحيى من زمان قوي وأعرف طريقة تفكيره. هو حب يعمل كده عشان يشتغل الموقف لمصلحته ويشوه اسمي وسمعتي زي ما قال المتر يلطيني. يعني انت متخيل ان في حد مراته وابنه يموتوا قدام عينيه ويستغل الموضوع بالشكل ده؟ يا باشا انا اعرف يحيى ده من زمان قوي واعرف هو بيفكر ازاي. زي ما قلت لسعادتك الانسان ما عندوش اي احاسيس، قاسي قوي، بيستغل اي موقف لمصلحته. مكتوب عندي انك كنت على علاقه قديمه بيهم وبشركتهم. آه طبعًا، أنا كنت مدير مشروعات في الشركة من كذا سنة وسبتهم لما أسست شركتي. تمام، ما كانش في أي خلافات سابقة كانت السبب في إنك تسيبهم؟ بالعكس خالص، الحاج نور الدين الله يرحمه كان بيعتبرني زي ابنه، وقف جنبي في تأسيس شركتي. يا فندم الاتهام ده مفيش عليه أي دليل من الصحة، مجرد شك ملوش أساس. أنا عارفة إنكم متعودين إن بابا الله يرحمه كان بيتابع كل تفصيلة بنفسه. أنا مش هعرف أعمل كده. في الآخر هو اللي بنى الكيان ده على كتفه وكان عارف كل كبيرة وصغيرة فيه. أستاذ عبد العليم كان شريكه في الرحلة دي، كان متحمل معاه مسؤولية الدار. أنا هبقى موجودة هنا بشكل شرفي والإداريات وسيستم الشغل وأستاذ عبد العليم هو اللي هيكون مسؤول عنه وهيبلغني بكل كبيرة وصغيرة والحاجات المهمة هيبلغها لي. بإذن الله خير. والحمد لله خطة الدار ما تأثرتش بأي حاجة، ولو الأستاذ طاهر الله يرحمه كان موجود ما كانش هيطلب أكتر من كده إن الدار تبقى ماشية. اتفضل كل واحد اتفضل على المكتب. آه صحيح، أنا جيت هنا امبارح بالليل. إيه؟ كنت ناسية ورق ولقيت الموظف اللي في قسم الترجمة كان واخد شيفت بالليل، لقيته تعبان كده فقلت له يروح. موظف مين؟ حسام؟ اسمه حسام عبد الله تقريبا. مين حسام عبد الله ده؟ وبعدين احنا اساسا ما عندناش قسم ترجمه، كل المترجمين بيجوا فريلانسرز. وبعدين هو دخل هنا بالليل ازاي اصلا؟ وشكله عامل ازاي؟ ابيضاني، مش طويل ومش قصير، عنده دقن، شعره منكوش، لابس كوفيه فلسطيني. حسام عبد الله
ثانية واحدة كده. إيه حسام عبد الله؟ أنا لما شفته شبهت عليه، يعني حسيت إن أنا شفته قبل كده. مش عارف، أول مرة. هو ده؟ هو ده حسام عبد الله. افتكرته. بس انت شفتيه ازاي؟ ده مسجون. انت شايف يا باشمهندس ماهر ان هو ده اللي انا طالباه منك؟ يا مدام ماهر، حتى لو اديتينا سنه بحالها ما ينفعش نضغط الميزانيه اكتر من كده. اوكي، خلينا نبص على دي. ايه ده؟ انتوا وديتوا الميزانيه الاستشاري بره ولا ايه؟ خالص. اللي عمل لي الميزانيه دي باشمهندس هشام. بعتها لي النهارده الصبح ورجعتها قبل ما اجتمع بيه. قدر ينزل لي 5 مليون من كل بند زي ما انا عايزه. انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انا مدير مشروعات الشركه هنا، ازاي تتجاوزني؟ ما ينفعش تتجاوزني اداريا باي شكل من الاشكال، وبعدين نبقى شغالين وتسيبنا بتمشي وتروح تشتغل في حته ثانيه، ده ملوش غير اسم واحد عندي، وساخه. ماهر، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ اللي سمعتيه يا مدام، والشغل ده لو ما اتمسحش فورا هيبقى فيه اجراء تاني. وانا ما اتعودتش الغي اي اوردر انا طالباه بنفسي. كده؟ حسام فعلا مترجم هنا، وترجم لنا روايات كتير، بس هو ليه ميول سياسية وبيطلع مظاهرات كتير قوي. آخر مظاهرة كان ضد قانون التظاهر ومعظم الناس اتمسكوا، وحسام كان واحد منهم. يعني هو هربان من السجن؟ لا، هو هرب أصلا قبل ما يتمسك، واتاخد حكم غيابي، وفضل طول الفترة اللي فاتت دي هربان ومحدش يعرف عنه أي حاجة. وإيه اللي جابه الدار؟ ودخل هنا إزاي؟ لا، ما أنا لما نبقى مستعجلين على طبع كتاب ولا حاجة، معظم المترجمين بيقعدوا في الدار ينقوتوا وبيسهروا، بنضطر ان احنا نسيب لهم المفتاح وبعدين بيقفلوا بعد ما يمشوا، بعدين الدنيا امان، يعني مفيش حاجه بتتسرق. يعني هربان كل الفتره اللي فاتت دي، ولما ظهر في الدار بالشكل ده. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يا حبيبتي عادي، وحشاني ما قلتش حاجه. طب اعمل ايه طيب؟ قولي لي انت اعمل ايه؟ حبيبتي انا مدعوك في الشغل غصب عني والله. بحبك؟ طبعا بحبك، هو ده السؤال برضه؟ وما انا اتجوزتك ليه؟ ايه دي؟ ثانية واحدة يا حبيبتي، ثانية واحدة. ادخل! في حد جه وساب لك الظرف ده يا فندم. ماشي، روح انت. يا حبيبتي سوري، معلش انا مضطر اقفل معاك. عندي شغل، هكلمك تاني. سلام.
أنا نازلة. أوكي. أنا كلمت شهاب هيجي يقعد معاكي. أنا مش صغيرة. عموما هو زمانه جاي. كان مستخبي عليه حكم. والتاني كان حرامي ومبطل. يعني الاتنين ليهم ملفات في الداخلية. أنا بصراحة ما بقتش فاهمة حاجة. هو مين اللي يقدر يتحكم في الناس دي كلها وبالشكل ده؟ وعايزين إيه بالظبط؟ وبيعملوا كل ده عشان يوصلوا الفيديو الكاميرا؟ الأولاني حرامي ومبطل وبيشتغل في دمية جاهزة. والتاني مترجم وعليه حكم بس يقدر يدخل الدار الفيلا والدار. انت عارفه ده معناه ايه؟ ايه؟ العياده شقتكم القديمه. ماما جمال مع الباشا ابعت الفلاش دي على النيابه قول لهم صحاب البيت لقوها وبعتوها لنا. انا محتاج مواصفات العربيه دي تنتشر في كل اكمنه مصر. انا محتاج العربيه دي في اسرع وقت ممكن يا جماعه. تعلمتك يا باشا. يلا اتكل على الله. يا باشا الفيديو مخصوص. عادي عادي احنا خدنا اللي احنا عاوزينه. عملت لي ايه في الصادر والورد ده مكالمات الضحيه؟ ده الصادر والورد بكل الارقام اللي اتصلت بالضحيه في الفتره الاخيره. وفي الورقه الثانيه هتلاقي تاريخ الاتصالات بكل الارقام اللي سعادتك اديتها لي. كلها اتصالات عاديه. مفيش بس غير رقم واحد ما كانش فيه بينه وبين الضحيه اي اتصال. رقم مين ده؟ يا طه حسين انت متجوز؟ اه ليك اخت؟ ايوه. تفتكر اخر مره اختك كلمت مراتك امتى؟ يعني تقريبا من يومين ثلاثه كده. تخيل ان اختي يحيى ما كلمتش الضحيه لاكثر من ست شهور. يعني الناس دي ما كانش فيه بينهم اي اتصال لمده ست شهور. لا عيدوا على بعض لا في شم النسيم ولا صبحوا ولا مسوا على بعض. مع ان الضحيه دي بنت عمها مش مرات اخوها بس. ده معناه ان في بينهم مشاكل. ايوه يا اخي ايوه يا اخي دماغك بدات تشتغل اهو. الله اكبر عليك. معلش اتأخرت عليك شوية. ولا يهمك يا بيبي أنا لسه واصل حالا.